افتتاح. على كل الاحوال الاهلي قفل صفحه الاسماعيلي ودخل بقى في مواصله لتدريبات عشان يستعد ان شاء الله المباراه المقبله مع الاتحاد السكندري. الاتحاد السنه دي مقدم سيزون محترم جدا. الماتش ان شاء الله هيقام يوم الاثنين في اسكندريه، واعتقد انه على نفس الملعب اللي خاض عليه الاهلي مباراته امام الاسماعيلي، استاد برج العرب، واعتقد انه هنكون امام سهره كرويه ان شاء الله تكون ممتعه. يعني اعتقد انه دايما ماتشات الاهلي والاتحاد بيبقى ليها برضو طعم خاص جدا، وان شاء الله يكون الماتش اللي يعلن فيه ان شاء الله فوز الاهلي بالدوري. ان شاء الله يرجعوا لنا من الاسكندريه بالدوري ان شاء الله. وتاكيدا على كلامك يا احمد، هو الانتقادات دي ما كانتش بس الفتره اللي فاتت، لكن ان شاء الله لما نحسم الدوري الفتره الجايه برضو هنشوف، واحنا متوقعين هنشوف حملات اكتر على النادي الاهلي، وهو دايما الناجح ورقم واحد بيبقى كده يا احمد. صحيح. احنا متوقعين ده. نروح بقى لانه الاهلي بيخصص فريق قانوني لمتابعه قضيه صالح جمعه. الحقيقه يعني يا احمد، النادي الاهلي خصص فريق قانوني علشان يتابع قضيه اللاعب صالح جمعه. واللي هي صالح طبعا جمعة، بس عشان برضو دي من القصص اللي حصل عليها كلام كتير جدا، والناس اللي يعني مركزه قوي مع السوشيال ميديا، 90% مما يقال او مما يكتب على كواليس قصه صالح جمعه لا اساس له من الصحه. والحقيقه يمكن الاهلي بصفه انه لاعب على قوه الفريق ومتعاقد مع النادي الاهلي، زي ما انت قلتي يكلف فريق قانوني عشان يتعامل مع المشكله. المشكله ببساطه شديده جدا انه حصلت حادثه في منطقه الزمالك، ونتيجه الحادثه دي تم اتخاذ يعني الاجراءات القانونيه، مترتب عليها انه يخرج صالح بكفاله 5000 جنيه ما لم يكن مطلوبا على ذمه قضايا اخرى، وبعد الكشف تبين انه هو مطلوب فاجلوا بالظبط كده. لكن فيما يتعلق بقى بكل التفاصيل المرتبطه بالاحداث دي، ارجو من حضراتكم انكم تستنوا انتهاء التحقيقات، والاهلي الحقيقه هيعلن او هيصدر بالتاكيد بيان كامل عن موقفه من الواقع. يمكن كنا بنتكلم من شويه عن مؤمن زكريا احمد، اللي هو بيغادر الحقيقه لامريكا اواخر سبتمبر لاستكمال رحلته العلاجيه. الحقيقه كنا بنقول يا احمد قد ايه اللفته كانت حلوه قوي امبارح، وكان كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم على انه الروح المعنويه اللي ظهر عليها الفريق الحقيقه بعد المباراه او في المباراه امبارح قدام الاسماعيلي، قال ده بسبب الحاله اللي عملها لنا مؤمن زكريا وزيارته لينا. حالة الحب باينة جدا، يعني الصورة في الخلفية حضراتكم لو شايفينها، مؤمن وهو بيتوسط لعيبة النادي الأهلي وكلهم عاملين حركة مؤمن الشهيرة اللي عملوها بالمناسبة في الماتش. واللطيف في الموضوع كمان إنه حتى اللعيبة اللي ما زملتش مؤمن في الملعب، يعني بادجي مثلا مش من اللعيبة اللي جت بعد ما مؤمن تعرض يعني للمرض اللعين، ونتمنى طبعا للشفاء العاجل. لكن روح، هي دي روح الاسره، حاله الانتماء، الكيان اللي بتجمع الناس كلها. وخدوا بال حضراتكم، اي مجال فيه نجوميه، فيه احساس بالذات، فيه شهره، الى حد ما اصحاب النفوس الضعيفه ممكن يتاثروا، ممكن تبقى حاله المنافسه الشريفه اللي بين النجوم داخل الفريق الواحد تاثر بشكل سلبي كبير جدا على علاقتهم. لكن ده عمرنا ما شفناه، وما اعتقدش انه الصوره اللي حضراتكم شفتوها دلوقتي بتعكس المعنى ده على الاطلاق. بالعكس، بتعكس حاله من حالات الحب والتضامن الكبير جدا. ان شاء الله دي صوره ماتش الاسماعيلي، دي لعيب في كل جون الحقيقه، الجون اللي جابه ديانج الجون الثاني بالظبط كده، كل اللعيبه الحقيقه احتفلت بنفس طريقه مؤمن، ونتمنى له ان شاء الله. كنت حاسه ان مؤمن في الملعب والله يا احمد، وربنا يا رب يشفيه ويرجعه لنا بألف حتى سلامة. لو ما رجعش الملاعب مره ثانيه، وحتى ما رجعش النادي الاهلي مره ثانيه، نتمنى له بس السلامه والشفاء ويرجع ان شاء الله من الولايات المتحده بألف سلامة.